خلينا بقى نروح مع حضراتكم دلوقتي لحاجة برضو غريبة جدا حصلت امبارح. اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أعلن عن تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين، ده كان ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بعد توقفها، ده عقب تدخل السلطات وسلطات وزارة الصحة البرازيلية خلال المباراة. طب ليه تدخلوا؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن مسؤولي وزارة الصحة البرازيلية دخلوا أرض الملعب عشان يطلبوا من 4 لاعبين أرجنتينيين يخرجوا من الملعب عشان هما لسه كانوا جايين من إنجلترا. طيب إيه المشكلة إن هما لسه جايين من إنجلترا؟ السلطات هنا البرازيلية رفضت تماما مشاركة أي لاعب أرجنتيني جاء من بريطانيا، لأن البرازيل بتفرض هنا حجر مدته 10 أيام لأي حد بيجي من إنجلترا. فالدولة تدخلت لأن هي القائمة هناك بتاعتهم القائمة الحمراء زي ما احنا عارفين، لأن اللي حصل إن في كان يعني تسريب للعيبة دي زي ما بيتقال كده، هما دخلوا من غير ما حد ياخد باله يعني، لكن السلطات البرازيلية عرفت ومنعت إن هما يشاركوا، وده كان تقريبا بعد 7 دقائق يعني من المباراة تدخلت هنا بقى أو تدخلوا مسؤولي الصحة البرازيلية، واضطر كمان حكم اللقاء إن هو يوقف المباراة ورفع تقرير لاتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية اللي هتبعت مفروض بالتالي للفيفا عشان تشوف ايه الخطوات اللي هتحصل يعني بعد كده بخصوص اللقاء. بالنسبة بقى للعيبة الأرجنتينيين، السلطات البرازيل رفضت مشاركتهم في اللقاء، هم حارس مرمى ولاعب لاعبين 2 وسط ومدافع، ف امر ما نقدرش نلوم فيه يعني برضو السلطات البرازيليه، هي اجراءات متخذه. ما اعتقدش بريطانيا برضو لو كان اللعب على ارضها ان هي كانت هتسمح ان حد يكسر الحظر وينزل يلعب، يعني هي بتبقى رولز كل دوله وزونز متقسمه، وزي ما احنا عارفين انجلترا هي اتسرات زون يعني، فحق السلطات البرازيليه اعتقد ان هي تتخذ هذا الاجراء حفاظا على الباقيين يعني باقي اللعيبه والمواطنين ايضا. بس الغريب ان هم يعني وصلوا للمرحله دي ان هم يعني بيشاركوا في المباراه بالفعل، يعني المباراه ما هي دي بقى النقطه، هي دي يعني اكتشفوا الحكايه دي متاخر حبتين.